بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعيني إخواني وأخواتي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وبارك الله في أوقاتكم جميعا. اليوم عندنا ما شاء الله يعني ضيف من الأعزاء من الإخوة والفضلاء في بلادنا نتشرف بهم اليوم، ها هو قد حل ضيفا عزيزا علينا، أردنا أن نأخذ منه هذا اللقاء الموجز رغم انشغالاته ورغم استعجاله، لكن أصريت عليه أن يبقى معي لدقائق حتى نستمع منه. معكم الشيخ بدر حسين حفظه الله، أحد الشخصيات الأثيوبية البارزة التي تسهم إسهاما جيدا ورائعا في خدمة المجتمع، في التكاتف مع المجتمع. أردنا أن نلتقي به. حياك الله يا شيخ بدر، وتشرفت يعني بزيارتك الحقيقة. بارك الله فيك، وأنا كمان تشرفت لأني رأيتك يعني وكنت أتابع الله يبارك بعض البرامج في الجزيرة و قنوات أحسن الله عليك. اللهم آمين، وتشرفت والله بهذه الشهادة. قبل يا شيخ أنا نتطرق إلى النقاط التي أريد التطرق إليها بمناسبة ذكرك لموضوع حديثي في عن سد النهضة وعن توجهاتي التي كنت أتحدث عنها في القنوات العالمية. أريد تعليق كإحدى الشخصيات البارزة في المجتمع، ماذا ترى يعني أو كيف ترى محمد العروسي في لقاءاته التي يجريها في القنوات والمواضيع التي يتبناها حسب ما تراه؟ بارك الله فيك. أنا أرى الأخ محمد العروسي أنه وكيل لمجتمع الأثيوبي المسلم. بارك الله. لأن المجتمع الأثيوبي المسلم ممكن يرى يعني المسيحيين الذين يعيشون معنا، كأن هذه القضية ليست قضيتنا أو نميل إلى ناس آخرين يعني على حساب منفعة البلد وكذا، على حساب أحقية أثيوبيا باستعمال السد وبغير إلقاء الضرر على الآخرين يعني. طبعا يعني هذا ما تبنى عليه مفهوم الاستعمال بسد النهضة عند الحكومة الأثيوبية. وأنا أرى الأخ كلما رأيتك كأنك يعني أغلقت ثغرة من ثغر المسلمين في الحبشة. فنحن الآن مرفوع الرأس، أننا قضية بلدنا قضية المسلمين كمان، يعني كأنك تمثل الشعب المسلم الأثيوبي الآن في خاصة في هذه القضية، لأنك أتقنت خطابها وتعلم سرائرها وكل شيء، يعني أنت تقدم القضية ناضجا. بارك الله. يعني شفت نحن لا نريد التطرف في أي مسألة، نحن أمة وسطية، أمة وسطية، ونحن نريد ما ينفع الناس بانتفاعنا نحن كالحبشة كأثيوبيا. ونريد كمان أن ينتفع الكل. كل يعني الناس. وخطاب مسؤولينا وقيادتنا يؤكدون على أن هذا السد وهذه القضية التي تشغل العالم اليوم هي أصلا في ذاتها فائدة لكل دول المنبع ودول المصب ودول الجوار. طبعا يشرفني يا شيخ الحمد لله أنه الآن الطبقات يعني في المجتمع المسلمون والمسيحيون والعرقيات كافة العرقيات تؤيد محمد العروسي، ولكن هناك بعض الإخوة ربما يعني لم يستوعبوا القضية جيدا وكيف يحاك الأمر لهم في الخارج. بارك الله فيك، هذه شهادة أعتز بها، وكل رسالتنا إلى الشعب الإثيوبي أن إثيوبيا نريدها أن تبقى عزيزة، ليست إثيوبيا التي تستسلم للضيم والظلم والجور، ونريد أن نرى تلك الرؤوس الإثيوبية مرتفعة شامخة كما نريدها ونراها دائما بإذن الله. فهي مهد الحضارة، وهي التي آوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام أو أقل أو أكثر بقليل. فجزاك الله خير، أنا أشكرك على كل المسلمين في كل العالم. نحن نقول لنا حق عليهم. نعم.
باستضافة رسول الله صح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني لا نريد إلا الخير للناس. أحسنت بارك الله فيك. إلا الخير للناس. وأنت كما أقول لك خاصة يعني القضية هذه نراها في بعض القنوات مظلومة من 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 ناحية بعض الإخوة وبعض الناس. يعني قضية السد النهد عند المسلمين عند 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 الحبشة. يعني وأنت تبين هذه الأشياء فقط. والله على قدر استطاعتك. على قدر استطاعتك هذا الذي تفعله. وأنت ليس لك منصب في الحكومة وكذا. أنت كشخص بسيط. كشخص. لكنك تعمل أعمال جبارة. ربنا يبارك فيك فيها. ونسأل الله عز وجل أن يأتي بآراء وبأفكار التي تنهض بالبلاد. تنهض بالبلاد جميعا. ولأن هذا 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 موهبة من الله عز وجل. النيل موهبة للناس للناس جميعا. نحن نستفيد والآخرون يستفيدون. وهكذا نقول وهكذا وعلى هذا نؤكد دائما. إلا أنهم يريدون أن يلووا ذراع الإثيوبية أن يلووا الذراع الإثيوبية بما يستطيعون. يريدون أن يسيطروا على القارة الإفريقية. هذه أبعاد سياسية أخرى إن شاء الله لعلنا نتطرق إليها في وسائل الإعلام. الشيخ بدر حفظك الله أود أن أنوه إلى نقطة أو أسألك عن موضوع قبل أن أنوه إلى هذه النقطة. أنتم تعملون في خدمة المجتمع، لكم إسهامات معروفة بارك الله فيكم. ما هي الأعمال التي تقومون بها وما هي الإنجازات حتى لو تعطيني إياها بشكل مختصر خلال أقل شيء شهر رمضان في الفترة التي يمر بها العالم بجائحة كورونا وقبل هذه الفترة وخططكم بعد هذه الجائحة بإذن الله؟ جزاك الله خير. الحمد لله أطلقنا مشروع تكاتفي أسري سميناه عائلتي. عائلتي نعم بارك الله فيك. عائلتي هذا المشروع مشروع وطني وليس للمسلمين فقط إنما يساهم فيه غير المسلمين الإثيوبيون جميعا. الإثيوبيون جميعا نعم على اختلاف دينهم وعراقهم وكذا ما شاء الله. فالمشروع هذا فكرة انطلقت بجعل المساندة مستمرة حتى لا تنقطع على الأسر المحتاجة ويقعون على الجوع وكذا. وخاصة نحن الآن في أثيوبيا وزارة المال كما أعلنت نحن عندنا 15 مليون نسمة يحتاجون إلى سبحان الله عدد طائل يعني. نعم عدد طائل جدا. وبسبب جائحة كورونا سيصل العدد عدد إلى 30 مليون نسمة. وفي أديس فقط عندنا 400 ألف عائلة محتاجة. ونحن في هذا البرنامج برنامج عائلتي ربط الشخصية ربط شخص معين الذي يستطيع أن يساعد مع أسرة أو أكثر. المانحين مع الأسر. مع الأسر مباشرة. نحن عملنا سيستم و يعني أعلننا موقع yanibetsab.com. يعني ما اسمه؟ yanibetsab.com. yanibetsab بالأمهري بالأمهرية عائلتي يعني. عائلتي نعم ما شاء الله. yanibetsab معناها betsab معناها عائلة. أيوه yanibetsab عائلتي أنا الآن فهمت منك ما شاء الله. نعم لأننا نريد يعني الذي يمنح أو يساعد العائلة الفقيرة أن يعتبرها كعائلته. ممكن مش يعني يعطيها كذا تفضل يشعره بالإهانة. لا يشعره بالإهانة بس بل يقبله كعائلة ويعتبره كعائلته ويسأله بالتليفون ويتفضل إليه ويستفسر عنه ويساعده أن يقوم بذاته. مش يعني ليس البرنامج مساعدة مستمرة كذا. سبحان الله بمناسبة هذا الأمر وكأنني أستحضر قول النجاشي أصحم رحمه الله ورضي عنه عندما قال والله لا أسلمكم هؤلاء
بدبر من ذهب أو بجمل من ذهب أو كما قال رضي الله عنه. فهذه الخصال الحميدة لا زالت تترسخ في أبنائنا إلى هذا اليوم. عندما نقول أن هذه عائلتي ونجد أن المجتمع يساهم بمثل هذه الإسهامات الخيرة النيرة التي نسأل الله عز وجل أن يسددها ويباركها وأن يجزيكم خير الجزاء عنها، فإننا بخير بإذن الله. عندما نشاهد كل هذا الأمر فنحن إن شاء الله بخير، ولن يتضرر بإذن الله أحد، ونتمنى أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذه الجائحة. طيب يا شيخ، أدعوك تواصل حديثك لتخبرنا يعني عن الآن بعد خططكم التي تريدون أن تعملوا عليها في المستقبل بعد جائحة. الحمد لله، وإلى الآن نحن ساعدنا عن طريق هذه المشروع، نعم، أبلغنا 700 أسرة ما شاء الله لشهر، يعني أعطيناهم مساعدة 700 أسرة، و300 أسر وجدنا لهم من يتكفل كعائلته، يأخذهم كعائلة. ما شاء الله. شركة واحدة فقط. الله شركة الله. واحدة تعمل على الريل استيت. نعم. اسمها العقارات. عقارات. نعم. اسم الشركة تسمى بيتوبيا. بيتوبيا. نعم. هذه الشركة تكفلت 200 أسرة. وبهذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل للإخوة في شركة بيتوبيا. بيتوبيا. نعم. طيب تفضل يا شيخ اسمع. إذن نحن الآن نسعى إلى ربط الشركات الكبرى والبنوك أن تأخذ عائلة معينة، 1000 عائلة، 500 عائلة، حتى نخرج من هذه الأزمة بدون أن يجوع عندنا أحد. لأن الحكومة حكومة ليس لها مال تساند الفقراء، ولكن إذا كان عندنا قلب واسع، قلب رحيم، نستطيع أن نتكفل بعضنا البعض ويساعد بعضنا البعض حتى نخرج من هذه الأزمة بانتصار وقوة بإذن الله عز وجل. وأنا أريد هذا المشروع، يعني أتباعك بإذن الله عز وجل الذين يتابعون هذا البرنامج، ولنا الشرف والله يا شيخ. أنا أريد أن تصل هذه الفكرة إلى بلدان إفريقية وعربية وخليجية وكل البلدان. سنعمل على ذلك بإذن الله قدر ما يمكننا الله يا شيخ. أريد أن تتحدث باللغة الأمهرية، ولكن لدي سؤال لن أطيل عليك إن شاء الله. هناك يا شيخ مشاهد يعني أنا تأثرت منها كثيرا يعني، ولا زلت أحمل همها حتى هذه اللحظة. هذه المشاهد لا تكاد أن تختفي من شوارع أديس أبابا. أجد أناسا في الطرقات يعني مشردون، حالتهم يرثى لها، حتى أن بعضهم يستخدم لا أدري ماذا يسمونه في هنا في بلادنا، ولكن يستخدمون هذه المادة المخدرة التي تسمى بالغرة. فتجد أطفال في عمر الزهور، أطفال صغار، أطفال يعني يؤلمك أن تشاهدهم في مثل هذه الأماكن وبمثل هذه الحالات. هذا إلى جانب المشردين الذين يعانون من إعاقات رهيبة، من إعاقات رهيبة، يعني يحتاجون إلى من يقف عليهم ويرعاهم حتى يستطيعوا أن يعيشوا في هذه الحياة كسائر البشر. أولا، ماذا قدمتم لهم؟ وماذا هي أفكاركم وخططكم؟ هل تتناول هؤلاء الأشخاص؟ هذا أمر. السؤال الأخير إن شاء الله بإذن الله لن أطيل عليك. الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء أطلق مبادرة لن يجوع جاري وأنا موجود. كيف استطعتم أن تجعلوا مبادراتكم تحت إطار هذه المبادرة؟ وما هي النتائج التي حققتها حسب معلوماتك الأولية؟ ولا تنسى التحدث باللغة الأمهرية أيضا. تفضل. طيب، بما يتعلق السؤال الأول، نحن الآن بدأنا ونحن لا 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 نجد الضعفاء عن طريق مؤسسات حكومية وغير حكومية، لأننا لا نستطيع أن ننزل إلى تحت ونعرف من هو المحتاج أو غير المحتاج. نحن لأننا نركز على السيستم هذا، وعندنا
خطط معينة أن نصل إلى هؤلاء الذين عن طريقهم نستطيع أن نأخذ الداتا أو المعلومات هذه نرتبها نركبها في سيستم حقنا ونعطيها لمن يسأل أن يساعد هؤلاء. والثانية مبادرة في الحكومية للدكتور رئيس الوزراء الدكتور أبي نفس التلبية هذه، يعني الحكومة نادت شعبها أن يقف بعضنا البعض، ونحن جئنا بهذه الفكرة لمساندة للحكومة، والحكومة الحمد لله الآن حكومة خاصة يعني البلدية أديس أبابا يسمونها بالكبلية كنتيبة مكتب كنتيبة يعني مكتب البلدية ما زالت تساعدنا، ونائب البلدية رئيس البلدية نائبه هو الذي وجد عندنا وافتتح هذا المشروع. اسمح لي أن أوجه الشكر والتقدير إلى هذه الشخصيات الوطنية التي ذكرها الشيخ نائب رئيس البلدية والذين ذكرهم، نوجه لهم الشكر والتقدير ونقول لهم أنتم جنود بلادنا، وهذه البلاد أمانة في أيديكم، والشعب الإثيوبي أمانة في أيديكم، نتمنى أن نشاهد آثاركم على أرض الواقع، ولكم التحية والتقدير. تفضل يا شيخ. شكرا، والشكر يصل عندي كمان لهم. بارك الله فيك. شكرا لهم، وما زالوا يساعدوننا وما زالوا جنبنا يسهلوننا الأمور كثيرا، يعني أمور إعلامية مثلا حتى تصل. الله يعطيهم العافية لهذه الأشياء. فلذلك يعني أنا أقول هذه مبادرة تلبية للحكومة التي نادت بالتكاتف، وقبل ذلك تلبية بما قاله الله عز وجل للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الوباء عقاب من الله عز وجل، عقاب من الله عز وجل. سبحان الله. سبحان الله. أؤمن بأن الله بأننا فرطنا أشياء كثيرة، والعالم كلها الآن يعني سبحان الله يعني خرجت عن إنسانيتها، والله عز وجل يريد أن يردنا إلى الطريق المستقيم، وليس ذلك يعني إلا للخير. أنا أرى هذا خير، وإن كما تعرف أن البيئة نفسها تجددت وتحصنت وكذا، في أشياء يعني فيها خير ورب ضارة نافعة، وهذه كمان فرصة أن يعني أن نرى ما في داخلنا إنسانية، يعني هل نحن حقيقة إنسان بكل معنى الكلمة، حتى نهتم للآخرين، حتى لا يجوعوا، حتى لا يعني إذا نريد أن نؤكد لأنفسنا أننا نحن إنسان، نفكر كإنسان وكمسلم، هناك دين غرسه في قلوب الدين الذي غرس في قلوبنا أن نكون رحماء فيما بيننا، يعني على غير على يعني لا ننظر إلى الدين أو العرق أو كذا، ننظر كإنسان، يعني نرى أن نساعد الإنسان، وبذلك نكون رحماء بإذن الله. بارك الله فيك، ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك الرحماء. استدراكا لحديثك يا شيخ، أيضا لعلي يعني أتذكر حديثا ربما تصححه لي إذا أخطأت فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جنازة قام ووقف. أليست نفسا؟ نعم، أليست نفسا؟ صحيح. هنا المسألة الإنسانية، نعم. نريدها أن تتأصل في جذورنا. طيب بارك الله فيك يا شيخ، قبل أن أختم، أنت لديك كلام باللغة الأمهرية، تلخص ما قلته باللغة العربية للإخوة لأنهم يسألوني بكثرة، لكن أود أن أرسل رسالة إلى الإخوة الذين يتابعونني. أنا صوت إثيوبيا، ولي الفخر بهذه الشهادات، هذه الشخصيات التي الحمد لله تشجعني وتبارك ما أقوم به في خدمة بلادي وفي خدمة أمة الإثيوبية العظيمة التي لا أراها تتضعضع يوما من الأيام أمام أي من الضغوطات، فهي شهادة فخر ووسام على صدري أفتخر به وأعتز به، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم، وأرجو أن أكون خيرا مما تظنون، وأن يغفر الله لي ما لا تعلمون. وقبل الختام سنسمع من الشيخ باللغة الأمهرية
تلخيصا لما ورد في هذا اللقاء الموجز. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا በጣም ጥሩ ቆይታ ነው የነበረን ወንድሜ መሐመድ አሩሲ ጋር። መሐመድ አሩሲ የኢትዮጵያን ግድብ በሚመለከት ብቻውን ህዝብ ሆኖ ያለውን የመንግስትን ሐሳብ የኢትዮጵያውያን ትክክለኛ እይታ አብረን እንጠቀም የሚለውን ሐሳብ በአርመኛ ቻናሎች ሚዲያዎች ላይ እየቀረበ እየሞገተ ያለ የብሔራዊ ጀግና ነው ብለው ነው ክፍተቶቻችን እየሞላ ያለ እነኚህ ሚዲያዎች በቋንቋቸው ማናገር ክፍተት ነበረብን እንደ ሀገር ያን እንደ ሀገር ያለብንን ክፍተት እንደ ግለሰብ እየሞላ ያለ የመንግስት ስልጣን ሳይኖረው ግን በግሉ ኢትዮጵያዊነቱ ገፋፍቶት ይሄንን ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ወንድም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳውን አላህ ይስጠው። ከዛ በተረፈ በአገር አቀፍ ደረጃ በመድር ፋውንዴሽን የሚባል እኔ ያቋቋምኩት ድርጅት በኩል የኔ ቤተሰብ በሚል የመተሳሰብና የመረዳዳት ፕሮጀክት ባለፈው እሁድ ምክትል ከንቲባው በተገኙበት ላውንች ተደርጓል። ይህ ፕሮግራም የኔ ቤተሰብ ነው ብለን ጎረቤቶቻችንን ዘመዶቻችንን የማገዝ የመረዳትና ከመረዳዳት መንፈስ ባለፈ ቤተሰባዊ ስሜትን የምናዳብርበት ፕሮጀክት ነው። 400 ሺህ ቤተሰቦች አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ እርዳታ የሚፈልጉ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ 10%ቱን 40 ሺህን ከተለያዩ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጋር ለማጣመር እየሰራን ነው። yenebetseb.com ገብታችሁ ተመልከቱልን፣ ጆይን አድርጉን። እዚህ ጆይን የሚያደርጉ የኔቤተሰብ ውስጥ የሚገቡ ሰዎችን ሂሮስ ነው የምንላቸው፣ ጀግኖች ነው የምንላቸው። ኢትዮጵያን ከዚህ መከራ ለመጋፈጥ የኢትዮጵያ የደረሰባትን ችግር ለመወጣት ህዝባቸውን ይዘው ተሸክመው ለመሻገር የቆረጡ ናቸውና ጀግኖች እንላቸዋለን። እዚሁ ፕሮግራም ውስጥ ተካታችሁ አጋዥ ሆናችሁ ተጨማሪ ቤተሰብ ኖሯችሁ እርካታን አገኙን እስታችሁን ትክክልም ሰው መሆናችን እናረጋግጥላለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ونلقاكم